هنروح للتجربة المصرية الناجحة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان. في الإطار ده الأمم المتحدة أشادت بتجربة مصر، والنهاردة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استقبل وفد من منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة لنقل التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات إلى دولة العراق. لتفاصيل أكثر معنا على تليفون أستاذ عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. أهلا بك يا أستاذ عمرو، وكلمنا في البداية عن تفاصيل اللقاء مع وفد منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة. أهلا وسهلا يا فندم. هي النهاردة أنا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استقبل نائب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وايضا الممثل المقيم للامم المتحده في دوله العراق. والحقيقه ان هم جم بناء على توصيه من المدير التنفيذي للامم المتحده لمكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه الدكتوره غاده والي، وبتوجيه من وزير الخارجيه العراقي للاستفاده من التجربه المصريه في مجال خفض الطلب على المخدرات. يمكن الامم المتحده طلبت من الصندوق مساعدة الجانب العراقي فيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بمكافحة مشكلة المخدرات من جانب الطلب، وأيضا كيفية إنشاء المراكز العلاجية وفقا للمعايير الدولية في مجال علاج الإدمان، خصوصا أن مصر حاليا لديها 27 مركز علاجي على يعني تم تأسيسهم وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال، ويمكن أول 8 شهور من هذا العام استفاد منهم ما يقرب من 88 ألف مريض إدمان. كمان تجربة التمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان، وإزاي اللي احنا نوفر قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من الإدمان، وتوفير فرص عمل لتوفير الدمج المجتمعي للمتعافين مرة أخرى. أيضا الأمم المتحدة طلبت من الصندوق مساندة الجانب العراقي في تطوير السياسات وتدريب الكوادر المعنية بمجال الوقاية من الإدمان، ووجهت الدعوة لخبراء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لزيارة العراق وتنفيذ مجموعة ورش عمل لبناء القدرات في هذا المجال. إيه اللي بيعكسه الإشادة من قبل وفد المنظمة بالتجربة المصرية في مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يا أستاذ عمرو؟ يعني التجربة المصرية من التجارب الهامة جدا على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحقيقه ان جامعه الدول العربيه طلبت صندوق مكافحه وعلاج الادمان باعداد خطه عربيه في مجال مكافحه المخدرات، وهذه الخطه جاري اعدادها وتقديمها لجامعه الدول العربيه تمهيدا لاقرارها من جانب الدول الاعضاء. هي التجربه المصريه تجربه ثريه، تجربه مبنيه على المكاشفه وعلى يعني توضيح البيانات واعداد الوضع الراهن بدون أي خجل علشان نقدر نواجه المشكلة بطريقة علمية رصينة، وفي نفس الوقت كل البرامج اللي بيقوم بيها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعني التجربة المصرية بشكل عام هي مثبتة من ناحية الفاعلية والنجاعة. بحلول عام 2025 هيتم تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكل المحافظات على مستوى الجمهورية. كلمنا عن آلية التنفيذ ده، والخطوة دي لأي مدى هي خطوة مهمة؟ خليني أقول حضرتك إن مصر من الدول القليلة جدا اللي بتوفر خدمات العلاج للمواطنين من مرضى الإدمان، بتوفرها مجانا نوافذ سرية كاملة رغم الحقيقة التكلفة الباهظة للعلاج من الإدمان. مصر كانت في عام 2014 لديها فقط 12 مركز علاجي على مستوى 7 محافظات. النهارده احنا عندنا 27 مركز علاجي داخل 17 محافظه. في شهر فبراير الماضي تفضل السيد الرئيس بافتتاح 3 مراكز في مرسى مطروح والبحر الاحمر وبورسعيد. ان شاء الله احنا في خلال يعني الشهر القادم سيتم افتتاح واحد من اكبر المراكز العلاجيه في محافظه قنا علشان يخدم جنوب الصعيد. ايضا لدينا مركز جديد سيتم افتتاحه قريبا في محافظه الشرقيه بالتعاون مع كليه الطب جامعه الزقازيق، وان شاء الله هيبقى فيه مع بدايه العام القادم اكبر مركز على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، هيبقى في منطقه امبابه بالتعاون مع وزاره الصحه والسكان، وده الحقيقه هيبقى بسعه 222 سرير و4 عيادات خارجيه. لدينا خطه طموحه
ان بحلول عام 2025 ما يكونش في مركز ما تكونش في محافظه محرومه من خدمات علاج الادمان. احنا دلوقتي بنغطي 17 محافظه، ان شاء الله بحلول عام 2025 كل محافظات الجمهوريه سنبد خدمات علاج الادمان اليها ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو عثمان مساعد وزيره التضامن الاجتماعي، شكرا ليك يا فندم.